حياكم من جديد. وطبعا بيتميز شهر رمضان بخصوصيته الروحانية وأجواء الدافئة على الصعيد العائلي والاجتماعي، وخاصة يعني وقت الفطور. صحيح، يعني مو بس كده، يعني مؤخرا صارت اتجاهات في أخرى لنعاش الأجواء الرمضانية المرتبطة بجانب الديكور. طبعا زينة كالعادة بتحضر لنا كده مائدة كده، خلينا نقول فيها شيء كده، يعني خلينا فن وفيها جو رمضاني يشهينا قبل ما نشوف الأكل. يعني شو هالأشياء الحلوة يا زينة؟ اليوم هيك رحنا على جو رمضان وما صدقنا وينعاد عليكم يا رب. علينا وعليكم. اليوم حبينا نختار هيك شوي جو رمضان، إنه كيف فينا نفوته كونه بكرة إن الله راد منبلش أول نهار برمضان. الأشياء اللي اليوم نقيت لكم إياها هي الكاليغرافي العربي، مثل ما قلنا من قبل في حلقات سابقة. أنا شايفة اليوم عبايتك شعر مكتوب عليها العربي. اليوم كله بالخط العربي. دايماً بحس إنه الخط العربي لو منستعمله بطريقة كتير سيمبل بيعطينا جو التراث العربي الرمضاني، إله جماليته، إله جماليته. خلينا نتكلم عن اليوم المائدة. أنت اخترت اليوم أشياء، في أشياء تكون موجودة عندنا في البيت وفي أشياء أنت بتدخليها. مزبوط، إضافات بسيطة. مزبوط. هلأ الأشياء البسيطة اليوم نقيناها، منبلش بتبعية التمر أو بتبعية الأشياء المجففات. هيدا كرمال نقدر نحط فيه المجففات، التين هذا حلو. هيدا كمان أنا قايته إنه يكون هيك بخط عربي very simple، لون الخشب اللي هو كمان يعيد إلى النقش الخشب العربي القديم. سو فوتني بطريقة أبت مودرن لنقدر نستعمله كمجففات نقدر نستعمل. حلو. فيه هذا شنو الحين؟ هيدا كمان عجاط، ممكن نقدر نستعمله كمان للمجففات أو ممكن نحط فيه فواكه، بحكم إنه برمضان نحنا ونس بناكل بالإفطار، بعدها بيصير إنه الحدي مثل ما بنقوم منقرش على مدى لوقت السحور. زعلتيني والله يا زينة، أنا عارفاكي كريمة، كان المفروض تجيب لنا من دحين كل شيء معبى بقلبي. ما قلت نقرش الطبخات المفروض اليوم يكونوا جاهزين، بس طلع اليوم ما في شيء. ما في شيء. طيب يمديك تحط سلطة مثلاً فيه ولا؟ لا هذه فينا في، لا هذه أكتر بدها تكون ممكن للخبز نستعملها. أوكي. إشياء جافة إنه ممكن أنا نستعمل فيه. واضح إنه ما عندي زال ما معلش معلش بنتعلم كلنا. وهذه هذه كمان ممكن إنه نحنا نستعملها لأشياء جافة، ممكن نحط فيها خبز، ممكن نحط فيها فواكه، ممكن نحط فيها أشياء إنه ما إنه صوصر إنه ينكب منها. حبيت وفعلا في اشياء يمكن تقدمت هدايا، فكره جديده اكيد كثير كمان. اكيد هي very simple وانيقه بذات الوقت ومنا كثير مكلفه وبتعبر على جو الشهر اللي نحن رايحين فيه. وهذه شنو؟ هيدي كمان ممكن نحط فيها سالد، ممكن نحط فيها هي دي حقه السلطه، هيدي بنحط فيها يخنة اذا بدك كمان كبيره. هلا هون بخصوص الصحون مثلا، اني نقيت نفس التام تبع الجطات وتبع السوسر. الصحون مثل ما نحن شايفين عنا الصحن اللي نحن بنقدر نحط فيه الخبز، هيدي نقيتها ونقدر نحط فيها التمر ينحط فيها هون بكل إليجنس، كونه اوريدي عجقنا الصحون بالكاليغرافي. حبيت اني نقي الست تبع النابكن يكون مور سمبل كرمال ما يصير كثير معجوق. اكيد عنا الصحن تبعيه السوب مثل ما بتشوفوا، نقيته سادة كمان نبرز جمالية الصحون التانية، بدل ما إنه كل شيء يكون ديزايند وأورنمنتت، يعني منقوش بشكل ما يكون كمان كتير معجق. مزق. اخترت حتى هذا الكبايات كمان، الكبايات إنه حبيت فكرتها إنه برضو خط عربي. مزبوط. أهي أهي يا ريما بطريقة كتير ناعمة لتبرز. حبيت شو مكتوب؟ احذر بقى خليني بدل ما أقول إيش ما أعرف إيش مكتوب فيها. سعادة يعني حنحاول الشفرة إن شاء الله. هذا شنو بعد هنا نحط؟ هيدي لنحط فيها الصوص مثلاً إذا عاملين ستيك أو عاملين أو للسلطة، ممكن أي شيء صوص إنه نقدر نستعملها كصوصر. نرجع هون كمان بالصحون، إنه دائماً مهم لو ما نحن استعملنا مثل ما جايبين نحن هون إنه الصحون حلو نعمل كونتراست، يعني إذا رحنا على الكحلي مكتوب بالأبيض بروح بالأبيض مكتوب بالكحلي، كرمال نبرز جمالية الأدوات اللي نحن عم نستعملهم نعطي طابع معين
لتكون جميلة وتقدر إنه تفتح حلو. نفسنا حلو مبين على ترتيب السفرة. لأني من شوية سألتك قلت لك هل هو طقم كامل أنت ما أخذته، فأنت قلتي لا أن لا. كل شيء الحالة، كل شيء لوحده لبقته كله على بعضه، لأن هذا لو مثلا أخذنا أزرق في أزرق ما راح نشوف جمالية الصحن اللي بالزبط. هي بتصفي أنه ممكن نحن نروح مثلا على لون ذهبي، في كتير ناس بيحبوا الذهبي، أنا منقي مثلا هون فضي اليوم، فينا نروح ذهبي مع بني محروق أو مع أسود كمان، أنه نقدر نمدج هاللونين مع بعضهم بحيث نقدر نعمل كونتراست بين الألوان. أنا حبيت كمان الـ إيش يسموها؟ هيدول تعول السالد، تعول السلطة، كمان مكتوبين بالكاليغرافي بالعربي بلاعق الغرف بالضبط. أيوة. بالضبط. وكمان نقينا هذا شنو الحين؟ في منهم هيدول ممكن نستعملهم للجبنة، ممكن نستعملهم للحلو، ممكن نستعملهم لأمور تانية. كمان بذات الوقت حبيت إنه أشرح هون الستاند، ممكن نحن نكون عاملين عزومة لعدة أشخاص، ما بيكون في عدد كفاية إنه لنحطها على الستاب، وما بدنا نعمل ستاب على الطاولة، فممكن نصفت الصحون بهالشكل هيدا على الستاند تبع الصحون. كذلك الأمر هون إذا عنا كب كيكس أو عنا أناني أو كبايات القهوة العربي، ممكن كمان إنه نحط على هيدا الستانت. وعلى فكرة يعني هذه بصراحة تحط فخامة جدا على الطاولة. مزبوط. والترتيب هو جمالية الطاولة، هي ترتيبها، العين بتاكل قبل ما هو بالضبط. يعني والله يعني الشكل لما يكون مترتب، بس إحنا وقت الجوع أصلا سبحان الله أنت بتخش على المطبخ قبل ما تلحق ترتب. بس أنا حبيت اليوم فعلا إنه في أشياء أساسية ممكن تنحط، صح يعني هذه كل يوم موجودة، زي صحن التمر، زي الأشياء المجففة، هذه اليوم أخذت قاعدة إنه فعلا ممكن الواحد يحطها طول ال بالضبط مزبوط. وهيدولي كمان ممكن نستعملهم على طول مدار شهر رمضان. شرحتها من قبل وقالي إنه جمالية اللايتينج، إنه نحن إذا بنحطها على مراية بتعطي جمالية أكتر. هيدولي منقدر نحن نستعملهم كتحت الجطات أو تحت الصحون، وممكن نستعملهم تحت الشمعات لبين جماليتها. أنا شفتك اخترت اللون الأزرق بكل درجاته، هنا الأزرق الفاتح، الأزرق الغامق، وهنا كمان التركواز. لا هون صرنا أكتر على فترة القهوة والحلو والصحون، فحاولت أني أشرح هيدا السكشن. أدينا الألوان الدارجة في السفرة، يعني إيش الألوان؟ هاي السنة دارجة كتير الذهبي والفضي والكاليغرافي العربي، يعني اللي نحن شايفين اليوم هو أكثر شيء دارج لسنة 2019. نعم. شهر رمضان. نعم. نعم. جميل جدا. وأنا بصراحة إذا عزمتوني وموجود هالسفرة هذه حتى إذا ما فيها أكل شبعت خلاص. خلاص الأسبوع الجاي منعمل إفطار كنا مع بعض وبنستعمل هالست. شكرا يا زين على كل الهدايا اللي هي اليوم دحينا، بس الأكياس الله يرضى عليكم ما حد يشيلها من هنا. يعطيك العافية. شكرا كثير، ينعاد عليكم يا رب، وينعاد على كل عيلتك بالصحة والسعادة. وعليكم يا رب. شكرا كثير. باي باي.